أليس من المعيب أن تصبح قضية رون أعراض قضية دولية؟ رون أعراض اليوم ليس قضية إسرائيلية، ليس قضية إقليمية، أصبح قضية دولية في العالم. أصبح العالم كله يتنافس على أن يقدم خدمة لإسرائيل في قضية رون أعراض. يبعث من في الصبور فإليهم نشور. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد.